7h10 عيمات في الراديو إيمات في الراديو على شدة ستشانج لو ريفي بعد 8:35 دقيقة كنحتفلوا بعيد ميلاد ديال شي مستمع معنا على شدة ومعايا صوفيا. صباح الخير صوفيا. صباح الخير. كي دايره صوفيا؟ لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. عيبو الحمد لله طوال لاباس شي مزيان الحمد لله. كي دايره ليكيب؟ ليكيب صافا با ولكن مسلكين. الله صوفيا بغيتي تحتفلي بعيد ميلاد ديال إلهام. إلهام اللي هي صديقة ديالك؟ سي ما كوزين. وي بنت خالتك ولا بنت عمتك؟ بنت عمي. بنت عمك؟ هي بنت عمي. دوك كوزين دوزيام دوغري فهمتيني داكشي. وي اكزاكت. الو إلهام هي سميت بنت عمك غادي نتصلوا بها الان وغادي تكلفي وغادي تحتفلي بعيد ميلاد ديالها منك ليها واخا؟ داكوغ ميرسي. مرحبا. محاوله الاتصال بإلهام. تعيطوا الناس الصباح بكري واش تطيشوا لبالكم؟ تعيطوا الناس مع 8 ونص تفيقوا الناس ناسا ناس خدامه ناس كتقرا. عاودوا نعاودوا نتصلوا بإلهام. عاودوا نتصلوا بها صوفيا. وي واش إلهام كتقرا ولا كتخدم ولا ناسا؟ دابا غتكون ناعسه واخا. هذوك دول كيعيطوا لنا كل ما خدامين كيديروا والو. سبحان الله العظيم. غادي نديرو اخر محاوله. ها اخر محاوله. الا ما جاوباتش صوفيا تلعت الله غادي ندوزو الاغنيه وبطبيعه الحال غتلقايها على صفحه يوتيوب ديال شاده ومن بعد غادي تصيفطي لها لوليا مباشره قول لها شنو بغيت ندير لك في الصباح ولكن صدعت انا اللي مصيده. سير. الا ما بغيتش تجاوب دابا دوماج صوفيا. غادي نسمعوا الاغنيه اللي كيديها الفنان المغاربي يونس الطلياني الان غنسمعوا ليها على شده.
فابيني فابيني عيد ميلاد سعيد الإلهام صوفيا. وي ايوا دوماج هادشي اللي غادي نقول لك تخالتك نعاسه وماشي نعاسه نعاسه بروفيسيونيل هذا النوم احترافي سيلفا كرام شكرا شكرا لك صوفيا تنتوما اللي بغيتو تحتفلوا بعيد ميلاد ديال الناس اللي عزاز عليكم ما تنساوش تدخلوا للسيت انترنت بزاف الناس كيصيفطوا لي دي ميساج يقول لك ما عرفناش كيفاش ادخلوا للسيت انترنت شادا اف ام 3w.shadafm.net كتنزلوا شي شويه لتحت كتلقى واحد لابانير مكتوب فيها احتفل بالعيد ميلاد ديالك في عماد في لا راديو ولا مع عماد في لا راديو كتكليكي على ديك البلاصه كيخرج لك واحد الفورمولير كتعمر هذاك الشيء اللي مكتوب تما ومن بعد ما علينا الا نصوبوا لك اغنيه خصيصا الناس اللي عزاز عليك من 7 ل 10 7h10 عماد في لا راديو عماد في لا راديو على شدة ça te change le réveil